السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن امر خطير جدا ومهم جدا ايضا الحلقة الماضية تحدثنا عن الاحلام التي تدل على انك مسحور او عندك مس او سحر واليوم ان شاء الله سوف نتحدث عن الاعراض الداله على المس او السحر يعني ايه الاعراض الداله على المس والسحر يعني الاعراض دي لو انت فعلا الاعراض دي بتحس بيها او بتحس ببعضها يبقى انت فعلا مصاب بمس او سحر وان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه هنقوم بتحديد نوع السحر ونوع المس هل هو مس او سحر او حسد هل هو عاشق هل هو يعني حسب الاعراض بيتحدد نوع السحر بدايه نصلي على سيد الخلق اجمعين صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم نبدا كلامنا اول عرض وهو سقوط الشعر وسقوط الشعر طبعا كل الاعراض دي مش شرط زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان هي مش مره واحده يبقى خلاص كده انا عندي الاصابه دي لا لازم تكون متكرره او تكون حاجه انا بعاني منها لفتره مش مره واحده حصلت معايا فعلا هو ده انا مصاب بكده فاول حاجه سقوط الشعر انه شعر الانسان يسقط وفروة الراس تبقى موجوعة ومقلومة وما يعرفش ايه السبب رقم اتنين صداع في مؤخرة الرأس وصداع متكرر في مؤخرة الرأس ده برضو بيدل على انه عرض لسحر او مس ألم في مؤخرة الظهر يعني في أسفل الظهر ألم دائم برضو أه رقم أربعة حلم بكوابيس أحلام بكوابيس زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأحلام أحلام بكوابيس كلاب ناس بتجري ورايا كلاب سودة قطط سودة أه مقابر حاجات زي كده ده برضو بيدل على سحر أه رقم خمسة ظهور بقع سودة أه بقع زرقاء في أه الجسم بدون سبب زي لدغ او دواير سودا دواير معذرة دواير زرقاء في الزراعين والفخدين ده برضو بيدل على السحر رؤية الصلبان والكنائس في الحلم برضو بتدل على سحر رؤية المقابر زي ما اتكلمنا برضو بتدل على سحر اه الإحساس بالخنقة في الصدر والبكاء بدون سبب ده برضو بيدل على إن أنا عندي شيء روحاني أو مصاب بإصابة روحانية إن أنا اه دايما صدري مخنوق وصدري مقبوط وببقى عايز أبكي أو أبكي بدون سبب اه ألم في المعدة اه بدون سبب برضو والفترة طويلة انه انا دايما حاسس بألم في المعدة ومش مرتاح ده برضو بيدل على سحر ال... الاحساس بانه شخص يعني في نفس جنب مني وانا نايم احساس بانه حد مش ورايا ده برضو بيدل على سحر حب النظر لل... للواحد لنفسه في المراية وانه بيعجب بنفسه وبيتحسس جسمه امام المراية برضو ده بيدل على سحر الاحلام الجنسية دي برضو بتدل على السحر والمس الاحلام الجنسية من الحاجات اللي هي يعني اهم شيء تكون متكررة ما يكونش مثلا الواحد حلم حلم واحد ويقولك ده خلاص لا لازم الاحلام تكون متكررة زي ما احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ايه تاني بالنسبة للأعراض حب العزلة وحب الانطواء و يعني مش عايز اقعد مع حد مش عايز اكلم حد مش حابب ان انا اتعامل مع الناس انسان منطوي مش اجتماعي نفور بين الزوج والزوجة في المعاشرة ونفور في العلاقة وفي الـ في الـ يعني في البيت مشاكل كتير في البيت نبض متنقل في الجسم يعني إحساس بنبض في جسمي بس مش في مكان واحد في بيتنقل من هنا لهنا، تؤلف في العبادة وتؤلف في الجسد، تؤلف في العبادة صعوبة بإن أنا في الصلاة وفي قراءة القرآن وتقل كده في الجسد بيخليني يعني مقدرش أقوم بعملي بسهولة بقدر يعني ببقى تعبان مجهد. رؤيه اكل الشعر وخروج الشعر من الفم ده برده من ضمن الرؤى اللي هي بتدل على انه عندي مس او سحر عدم الثقه بالنفس ان انا دايما فقد ثقتي في نفسي ودايما ان انا حس ان انا يعني ضعيف الشخصيه الاحلام اللي هي بتدل برده على ان انا دخلت امتحان وان انا مش عارف احل في الامتحان وان انا مش موفق في الامتحان دي من الاحلام برضو اللي هي بتدل على مس او سحر حلم ان حد بيأكلك طعام او بيستطعمك في بقك وانت نايم برضو دي بتدل على السحر او المس التتوب الدائم في الصلاة برضو من الحاجات اللي هي بتدل على اني عندي حاجة مصاب بيها ان انا دايما اول ما ابدأ الصلاة ابدأ التوب وابدأ ان انا ايه ابعد عن تركيز مع الامام او في القراءة دي برضو من الحاجات اللي هي بتدل على اني مصاب بمس او سحر او حسد يعتبر كده احنا قدرنا ان احنا نقول اكتر عدد من الحاجات اللي هي نقدر ان احنا نقول انها تثبت انها سحر او مس وان شاء الله تعالى هنمسكها بالتفصيل وهنفصل كل نوع من المس او السحر او الحسد وهنقول الرقية بتاعته ايه وهنقول ان شاء الله بإذن الله ازاي الناس تستفيد والناس يعني ما يضحكش عليها ناس على انها مشايخ وعلى انها رقاه وكلام من ده فان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نساعدكم وان انتم تعملوا الرقيه وتقدروا ان انتم ترقوا نفسكم في البيت بدون اللجوء لاشخاص تتسبب في اذى ليكم وتبقى باثر رجعي وليس بالعلاج وان شاء الله باذن الله الحلقات اللي جايه الحلقه اللي جايه باذن الله هذكر فيها كم رؤية كم حلم جايني وهستدل بالرموز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الدل على السحر والمس وهوريكم انه فعلا الرائي بقول ايوة انا مصاب واتعالجت او بتعالج او كلام من ده وربنا يسر الامور ان شاء الله كل يوم بإذن الله هنزل لكم فيديو جديد ويا بس تشاركوا واتبعونا عشان خاطر نقدر ان احنا نكمل معاكم ونقدر ان احنا نفيدكم والله المستعان وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته